السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سكيكدا اللي نعرفكم على هذه الإقامة الرائعة واللي تقع في منطقة الساحل بمدينة سكيكدا، واللي انتهت الأشغال بهذه المدة. ونلاحظ أنه طراز معماري جميل جدا، والموقع رائع على الساحل سفح الفالاز نتاع سكيكدا. إذن وأنا أخليكم تابعوا الفيديو الرائع عن هذه الإقامة العصرية واللي تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية في ميدان الإسكان. إن شاء الله يكون فيه برامج نتاع سكنات ذات حجم غير مرتفع، يعني دي فيلا ولا دي ما يسمى بلي ديبلكس ولا تريبلكس على مستوى الفضاءات المحيطة بهذه الإقامة الجميلة. أترككم تتابعون والسلام عليكم.